سبحان الله، أتى بآية: يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. ولذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول يومه بعدما وضع تاج النبوة على رأسه الشريف وكلفه الله المسؤوليات مسؤوليتين: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أي بنفسك قم بالدعوة لتوجه العباد إلى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، في نفس المسؤولية وجهه إلى أسلوب الدعوة بشيرا ونذيرا، لتبشر كما قال هو عند وداع الصحابة: بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا، اتبعا ولا تبتدعا. فالأسلوب دعوة، أسلوب الدعوة بشير، مبشرات، بشروا وأملوا، والنذير عامة الناس يترجمونه يخوف، لكن بعض العلماء قال ليس النذير معنى خوف، ليس فقط، يعني الأنبياء لم يبعثوا للتخويف، معنى نذير تنبيه على ما تتعرض في سبيله من الأحوال، حيث أنه ماشي، زي واحد ماشي مثلا وواحد جاء من هناك يسأله: أينك؟ قال: والله لي صديق لي قريب أزوره. قال: لا بأس، لهم حقوق، ولكن الطريق الذي ذاهب أنت فيه شيء خطر، صار اصطدام الناس والدماء والشرطة وسين وجيم وسين وجيم. قال: إذن ماذا؟ قال: لا، في طريق آخر أستطيع. تنبيه الرجل، توجيه الرجل عما يتعرض في سبيله من الخطر وتوجيهه إلى الطريق الصحيح هو النذير. يا ناس، هذه عقيدة التي عندكم أنتم عليها حتى تبكيكم، حتى يوجههم إلى العقيدة الصحيحة. هكذا المعاملات، هكذا المعاشرة، هكذا العبادات، وهكذا شؤون الحياة كلها، ها ما تمشون فيها، لأن الأساس هو الآخرة، الأساس هي الآخرة. ولذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر: إيمان، أعمال، وآخرة. وهذه الثلاثة كلها كانوا ينكرون عنها المشركون. نستطيع نعبد 360 ولكن واحد لا، اجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشأن عجاب. وأما محمد صلى الله عليه وسلم، نعم، رجل صادق أمين، لكن ما نعترف برسالته حتى نعمل بما أعمل. والآخرة زعم الذين كفروا ولن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملت. الأساس هي الإيمان بالله وصفاته، حق الإيمان. ولذا الشيخ محمد الياس رحمة الله عليه حينما سئل: اخرجوا اخرجوا اخرجوا، ماذا تقصد وراء هذا؟ ماذا تريد؟ فحلف ثلاثا: والله ما أريد الحكومة ولا منصب منها،
ولا جمع الأموال الطائلة ولا شيء ما من الدنيا، إنما أريد أن تعود الأمة بكاملها، مع اختلاف طبقاتها، لغاتها، قبائلها وطبائعها، إلى ما كانت عند وفاته صلى الله عليه وسلم. وكانت الأمة عند وفاته صلى الله عليه وسلم ما من عبد ولا أمة إلا عالما بدينه الذي يتعلق به، إن كان تاجر، إن كان فقير، إن كان أمير، كل واحد عالما بدينه الذي يتعلق به أو متمسك به وداعيا إليه. هذا كان يقصد. ولذا الشيخ محمد يوسف رحمة الله عليه كان يقول: ليس معنى الدعوة خروج ذهبنا ورجعنا ذهبنا ورجعنا، بل المقصود أن يتغير فكرنا ويتقارب يوميا بفكر النبوة، بفكره صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء: فكره لأنه مبعوث إلى البشرية العامة إلى يوم القيامة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، جميع الأنواع، جميع الطبقات. ففكره كيف البشر يهتدي ويكون محفوظ من الضلالة حتى يدخل الجنة ويكون محفوظ عن النار. والشيخ محمد الياس رحمه الله كان يقول: في عملنا هذا الأساس هو الفكر. وكان يقول: الفكر كالبنزين يحترق بنفسه ويصير دخان، ولكن الراكبون في السيارة كلهم يصلون إلى منازلهم. فالذي يكون عنده كيف الناس وجهد النبوة، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. فما من عبد ولا أمة ما عنده من عنده ربه سبحانه وتعالى نفس ومال وصلاحية، أن يكون كل واحدة كلها الثلاثة في مصرفها الصحيح. فكان يشرحه شيخ محمد الحسن رحمه الله: قل ما من عبد ولا أمة إلا موهوب من عند ربه قوتان، قوة الفكر وقوة العمل، وقوة العمل تابعة لقوة الفكر. إن كان الفكر صحيح العمل يتبعه صحيح، والعكس فالعكس. ثم كان يقول رحمه الله: من الذي يحكم ومن يفصل من هو فكره صحيح وفكره غير صحيح؟ فرحمة بخلقي وشفقة علي لم يترك فصله بأيدي أهل، بل هو بنفسه، ولإخبار ما هو أي فكر صحيح عند الله. للإخبار عنها بدأ بسلسلة الأنبياء والرسل عليهم السلام، وجعلهم جعل كل نبي أسوة لقومه وأمته، لم يمنع نبي عن التجارة، عن زراعة حاجات بشرية، ولكن المطلوب أي واحد من أي نوع من مكانه يتقارب يوميا إلى أسوة نبيه، لأن يوم القيامة تقاس كل واحد حياته على أسوة نبيه، أعماله وأخلاقه ومعاشرته، بيعه وشراءه، كل شيء.
فمن وافق وقارب فكره بفكر النبي عليه الصلاة والسلام. الله يجزيه كما يليق بشأنه. أخيرا جعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قصوة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. في القرون الأخيرة كان السؤال بين المطروح من عند أهل المغرب، رجل يموت ويرث من وراءه، لما أورثكم نبيكم؟ ولكن القرون بعد الخلافة الراشدة حينما بدأت الملوكية وخلافة وأشياء نسيت الأمة، حتى ما كان عندها جواب، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود من حركتنا هذه ومن دعوتنا ومن عملنا هذا ومن جهدنا، لأن الآن يوميا الدنيا ومزخرفاتها يوميا تدار، حتى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أسباب أشياء، حتى في بعض الأوقات النعم كثرة النعم يتغفل بها الإنسان. ولذا الشيخ محمد الياس رحمة الله عليه قال: أيام الرخاء في مقابلتها أيام الشدة، لأن أيام الرخاء والنعم وهذا امتحانات ابتلاءات. والصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم قال ربهم تربية، سبحان الله، فما من أيام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خلال تجواله في سوق المدينة، إن رأى شخص أنه بدأ بالشغل وهو جديد كان يسأله: ها يا فلان، ما يتعلق بشغلك هذا من الشرع؟ هل تعلم؟ فإن أجاب نفيا أن يقول: لا يجوز لامرئ أن يعيش في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جاهل عن ديني، يدخل مسجد الرسول وتعلم وتنفذه في السوق. وإذا كان يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: سوق المسلمين كمصلى المسلمين، كما أنه مقيد في طيلة صلاته من الرأس إلى ها هو هكذا هو أن يقيد نفسه بالشرع والسنة. ولله الحمد المنة، كما في رواية والله ما ينسى، أول ولاية استقلت من روسيا بعد هذه الشيوعية وثمانين سنة أول رئاسة، وكان عالم اسمه عبد الولي رحمه الله توفي، أتى مع تلامذته وسبحان الله قضى عندنا مدة، بعد إذن هو أراد أن يزور المعاهد الدينية للعمدي وبن وسهرنبور وندوة العلماء وهذا، فكنا معه، استقبلهم الشيخ أبو الحسن علي الحسن رحمه الله استقبال حار، بالاختصار ماذا كان، كيف كان طشقند بخارى وسمرقند، ماذا حدث وما هي أسبابها بالاختصار، ثم أمرني أن أتكلم.
أنا تلميذ تلميذ تلميذكم ولا أقول اللازم. سبحان الله، كان جاءنا أحوال من غير أحوال الجماعة كانت تذهب، وكان عليها أن تعبر الجسر من طرف إلى طرف. الجماعة كلها عبرت وصلت، ما وجد الشخص، صلوا المغرب، صلوا العشاء، تعشوا، باتوا، وهم متفكرين أين صاحبهم. في نفس من نفس الجسر كانوا راجعين. وجد واحد منهم وقال للأمير: أمير صعب، صاحبنا موجود ولكن فين؟ كان في فم، ماذا تقولون هذا؟ تمسح؟ تمسح. كان في فم تمسح. قال: شوفوا الرجل، ماذا نفعل؟ قال: ماذا نفعل؟ أمير استقبال، استقبال، نحن كل الأمور بالمشورة، نستشير، نأخذ آراء الأحباب، ماذا نفعل؟ ثم اتفقوا على أن كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان عليه حتى خرج من المدينة وذهب إلى حدود مكة حديبية، ثم أهل مكة ما نعرف، فنمشي إلى تمشي. صلى الله، لما ذهبوا قالوا أن يقربوا إلا حدد، هو طفله وغاب. سبحان الله، أتوا مسحوا: أين كنت؟ أنا كنت معكم إلى هذا لا أتذكر. قال: أنت جئت في فم، ولكن غطاه لم يجرح ولا شيء. فقلت في ضوء هذه الأحوال، مع أنهم عاشوا 80 سنة أشد من فم التمثال، لأن هناك أول جماعة ذهبت إلى روسيا كان واحد حاج من قريتي، وهم أتوا من هناك رأسا إلى الحج، فأخبرونا قال: أشد الذنب هناك على وجه الأرض روسيا، واحد يقول الله. قلت: كانوا في هذه الأحوال وعاشوا 80 سنة، ولكن كما أن هذا صاحب لم يجرح جسمه كذلك إيمانهم بالله وصفاته لم يجرح. عقيدة المسابقة. ثم ذهبنا إلى الشيخ منظور أحمد نعماني الذي هو جمع ملفوظات الشيخ محمد الياس رحمة الله عليه. أنا فريش يعني مريض شديد، لما سلم عليه الشيخ عبد الولي: إن لربكم في أيام الدهر نفحات ألا فتعرضوا لها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال لله الحمد تحديثا بالنعمة من يوم الشعور إلى يوم هذا شغفي بالكتاب والأحاديث النبوية وسيرة الرسول عليه السلام وتاريخ الإسلام وكثير من الجمعيات الإسلامية ورؤساؤها قابلتهم ورأيت. ثم قال: أنا كنت عضوا من مؤتمر الإسلامي في مكة المكرمة، وقابلت العلماء وقابلت مثل هؤلاء. ثم وجدت الشيخ محمد الياس رحمة الله عليه، صحبته وخرجت معه وقمت، وبالعمر في ضوء القرآن والحديث والسيرة رأينا عمله وأصول ومزاج. وهذا الآن وجود هذا العمل بين الأمة نفحة ربانية، نفحة ربانية 3 مرات
ثم قال إني سر. فلله الحمد. بس ولكن الشيخ محمد الياس والشيخ يوسف رحمه الله كان يقول نعتقد 100% بأنه جهد الرسول عليه الصلاة والسلام. بس الأيادي اختلفت، انتقلت من الأيادي إلى الأيادي حتى وصلت بيدنا. ولذا عند وفاته نادى ابنه الشيخ محمد يوسف رحمه الله، يا يوسف تعال ها نفارقكم، ها نفارقكم والعمل بين أيديكم، إن لعبتم به لعبا ينتهي مثل اللعبات، وإن قمتم بحقه إخلاصا استخلاصا اتباعا مع إكثار الدموع في آخر الليل والمجاهدات والتضحيات، فمضمر فيه هداية أهل القرون الآتية. الله. ولذا الله سبحانه كان يقول رحمه الله لا نجعله إذا رسميا، بس كل عمل من أعمال الدعوة كلما وفقنا الله به زي ما هم أعطونا أعمال المسجد، وكذلك ترتيب سنوي شهري أسبوعي يومي انفرادي اجتماعي أعمال كلها، ولكن عند القيام بأي عمل من أعمال الدعوة مع استحضار الوعد ومع استحضار الفضل اليقين وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى هو لا يخلف الميعاد. والآن الشيء الأساسي، مرة كنا حول الشيخ نعم الحسن رحمه الله قال في آية القرآن هذه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. في الجزء الأول وجهنا إلى مسؤوليتنا على مستوى العالم نيابة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن قال عسى لا يلعب بنا الشيطان حيث تفكر دولة الفلانية والإقليم الفلاني والمنطقة الفلانية وننسى أنفسنا. لا، هو عمل صالحا وهذا هو السر بين جهد النبوة والسياسة. الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والتسليمات هم بأنفسهم أسوة عمليا، حتى كما لا يخفى علينا جميعا حينما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد حارثا أيقظه بركض الريح، كيف أصبحت؟ أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. كأنه ها ما نعطيهم العقيدة والإيمان، كم يأخذون وكم في حياتهم، لأن الجهد هذا جهدنا هو جهد الدين، جهد الدين. أما أشياء كثيرة لها جهد، جهد تجاري، جهد زراعي، جهد حكومي، نتيجة. فالحقيقة هو هذا، يدخل الدين في حياتنا كل واحد، كما إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون حيثما ذهبوا سئلوا لماذا أتيتمون، ذهبوا فارس وروما وحفشة ومصر، جوابين: إنما هممنا الآخرة. كل واحد يكون فكره في آخرته، بتجوالي هذه وبمذاكراته هذه وحركتي هذه
تصلح آخرتي، كما في الأدعية: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. والأمة مسؤولة عن البشرية العامة، تصلح آخرتها وبها تصلح آخرة البشرية. مرة قبل سنين لما كان هذا سيل شديد في اليابان، وكم من الناس ألوف وماكينات خمينة وأشياء كثيرة، كانوا أحباب من الهند، وعلى هذه الأحوال كانوا أتونا، وكان واحد يعطيني أحوال والذي كان يقول: نحن ما نحتاج إلى أي أحد، نتكفل بأنفسنا لأنفسنا، ولكن أحوال مكينة والناس الله أكبر مع السيل. قلت لهم: هذا ما تعطوننا، هل دمعت عيناكم على هذه؟ يا الله، ألم تتذكروا قول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: أينقص الدين وأنا حي؟ هم ذهبوا وماتوا على الكفر والشرك. الخلق عيال الله، هل دمعت عيناكم؟ كذا والله ما بس كنا نشد. في الحقيقة هو قوة الفكر. فالشيخ عمر الحسن رحمه الله تعالى يقول: ما من عبد ولا أمت إلا عنده قوتان، قوة الفكر وقوة العمل، وقوة العمل تابعة لقوة الفكر. هذا الفكر صحيح. والشيخ يوسف رحمه الله تعالى يقول: الفكر الصحيح هو فكر الرسول صلى الله عليه وسلم. فمقدار ما يزيدنا ويصلح فكرنا يتقارب يوميا حتى نسأل الله: اللهم ارزقنا من فكره، من همه، من غمه، من دموعه صلى الله عليه وسلم. والصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين رضوان الله تعالى سبحان الله. فلله الحمد والمنة، هو أنعم علينا بهذا العمل. وأنتم العرب في عروقكم دماؤهم، كما قال ابن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى: من كان يستن منكم فليستن بمن قد مات. أبرهم قلوبا، أعمقهم علما، وأقلهم تكلفا. انتخبهم الله لصحبة نبيه ولنقل دينه. فالله قادر وقدرته لا زال قادر ينتخبنا، ولكن سبحان الله كما في الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم، وفي رواية إلى أعمالكم. فمقدار ما تتقارب نيتنا، داخلنا، طلبنا ورجوعنا إلى الله بطريق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فالله تفضل. هو الآن كما في بعض الأوقات أنا أقول لبعض الأحباب: يقول اللهم انصرنا كما نصرت أصحاب بدر. أنا أقول: الملائكة الذين هم نزلوا ما ماتوا، موجودين، وهم يقولون: نحن مستعدين، ولكن تأتونا بصفات أهل بدر. تأتونا بصفات بدر، لأن الله سبحانه وتعالى يرى إلى الطلب الصادق. ولذا
فجر الكاذب وفجر الصادق. وعند الأطباء جوع كاذب وجوع صادق. في بعض الأوقات يقول والله أنا جوعان أنا جوعان، عندما جلس أخذ لقمة لقمتين شريف بس ما كان جوع صادق. هكذا طلب صادق وطلب كاذب. الشيخ عبد الله رحمه الله مرحبنا فهو في بيانه قال الطلب الصادق هذا هو السر، هذا هو السر لترقية الصحابة. كيف جاءوا وبأي وضع جاءوا؟ أقصى فساد في العقيدة عندما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقصى فساد في شؤون الحياة كلها. ما كان صلاتهم عند البيت إلا مقاومة تصلية. هكذا الأخلاق وهكذا المعاشرة وكل شيء. ولكن بعد ما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحكمة حتى الأخلاق أخلاق، يأتي الرجل ويسأله صلى الله عليه وسلم فأذن لي بالزنا. إن واحد سأل لواحد هو زي ما نقول في كلام مطوع يعني مركم بالصلاة والصيام وهذا، وإن سأله أحد كنا زنا أول واحد يا لئيم ابن الحرام ما وجد أحد كنت أنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله الرجل الحكمة، ما بالك لو كان هذا ببنتك أو أختك. بنتي أختي أنهاش أقول الذي أنت تريد تشترين أليست هي بنت أحد؟ ليست هي أخت؟ قال بكلامه صلى الله عليه وسلم أشد كرها في قلبي هو الزنا. الدعوة بالحكمة. قال يقول الشيخ رحمه الله الشيخ عبد الله قال هذا هو السر. بعدما أنعم الله عليهم بنعمة الإيمان أثبتوا بعدة حيل، حيث أنهم طالبين صادقين ما عند الله، ما عند الله ولهذا الحيل. يعني يضرب المثال زي واحد يريد يحلب الناقة أو بقرة أو جاموس، في بعض الأوقات ما ترضى مع أنها أن ضرعها مليانة بالحليب، وصاحبها يريد يذهب بالعجينة ويرفض. هو يأتي بالحيل، يرشح المياه، يرشح الزيت، يمسح ظهرها، يأتي بالعلف، وأخيرا ضربتها الصغيرة يعني عمامها. وهذه من الله، كل واحد يحب أولاده وهي تبدأ تلعق تبص. ها هناك هذه كلها حيل، كيف ترضى حتى أنا أحجب ما فيها في ضرعها اللي كانت ترفض الآن توسع رجليها خذ، وللحلب ما يحتاج إلى شدة وإلى الأنامل كل لنا مليان. قال أعمالنا هذه أعمال الدعوة جولات عمومية خصوصية تعليمية تشكيلية تحصيلية، حلقات التعليم، أذكار صباح ومساء، أدعية مسنونة. يعني يقول أدعية مسنونة الله
ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كل دعاء رأى مكان العرش. فإذا مثلا واحد يعرف الطريق، وإذا مثلا رجل على هذا يصل منزل. الأدعية المسنونة كلها العرش، فالذي يهتم بها الأدعية المسنونة نهتم بها. أن يقول بهذه الحيل كلما توجهت إليه مقتضية الإيمان، لأن الإيمان يقتضي. الإنسان عندما يجوع، الجوع الحاضر يقتضي الخبز، العطش يقتضي الماء. إذا هكذا الإيمان له مقتضيات، كلما اقتضى إيمانهم بالله وصفاته شيئا ما إلا لبوا لأنفسهم أموالهم عواطفهم بكل ما عندهم من الغالي والرخيص، حتى ثبت الطلب الصادق ما عنده، فالله تفضل عليه. ولذا الشيخ محمد الياس رحمة الله عليه كان يقول ما دام القائمون بهذا العمل مركزين أنظارهم على قدرته، هو قادر مطلق يفعل ما يريد ومتى ما يريد. ما دام أنظارهم مركزة على قدرته، أول ما يتفضل الله عليهم يثبت العمل في أيديهم في المقام، يثبت العمل. ثانيا يترقى العمل. ما معنى ترقى؟ وما هو ترقى العمل؟ الأمة فيها استعداد، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. فهؤلاء المخلدة الاستقامة والإخلاص هذه صفات أساسية للقائمين، والنظر على قدرته. نحن لسنا بشيء، ما نستطيع، حتى في بعض الأوقات بالغفلة جالسين ساكتين، ما يتحرك الإخلاص، سبحان الله الحمد لله، ليس كذلك؟ ساكتين مرة، لأن الرجل بدون توفيقه سبحانه وتعالى. ولذا علمنا، نسأل الله توفيق أهل الهدى. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين. أنا عمل هذا العمل ماذا يعرفين ربي، وعرفان أهل العلم، لأن العلم به يعرفين. وقال الشيخ عبد الله رحمه الله يقول أعمالنا هذه كلها شهرية، أسبوعية، يومية، إنفرادية، اجتماعية، سمعية، مع الخروج ومع الحركة حيل حتى يثبت منا في جناب ربنا الطلب الصادق. وهناك الله هو القادر الذي تفضل عليه، حتى الصفات المطلوبة التي هي مذكورة في القرآن الكريم أن يراها، أن يحب الله سبحانه وتعالى أن يراها في عباده وأمائه، تفضل على قلوبه الطغى والعقاب. الشيخ إمام الحسن رحمه الله كان يقول خاصة القائمون بالعمل يهتمون حتى تنشأ في داخلهم ويتصفوا بالصفات التقى، التوكل، التواضع، والتحمل، والإخلاص. كان يقول رحمه الله أن الإخلاص هي الصفة الوحيدة يحكم فيها الله بنفسه، ولكن يحكم يوم لا مجال عند أي حد يصحح نيته. مخلص غير. ولذلك كان يقول اعملوا، لأن هذه الأوقات هي وقت العمل، بعد الموت ما فيه.
اعملوا وتخافوا. عسى كما ان الصلاة اما تدعو لصاحبها اما تدعو عليه. ضيعك الله كما ضيعتك. كل الجهد خروج داخل خارج بعيد قريب مشي ركب انفاق حلقات اذكار صلاة جولات نقوم بها لان وقت العمل، ولكن نخاف حسما. وكان يقول اعملوا فهو وقت العمل، فخافوا خافوا حسما بما على الوجوه. وتطيعوا ما قيل لكم وحسب. وتسألوا الله أن يفهمنا الله سبحانه وتعالى فهم السليم فهم الصحيح للدعوة إلى الله وللتقرب. ولذا في القرآن أربع صفات: علاقة مع الله، تقرب إلى الله، معية الله، ونصرة الله. علاقة مع الله بطاعته وعبادته وامتثال أوامره في شؤون الحياة كلها، لأن العبد ما من عبد يخطو خطوة ويتحرك حركة إلا أمر الله يتوجه إليه. مثلا الآن نحن جالسون، كيف يكون الجلوس في المجلس؟ كيف يكون الكلام؟ كيف يكون الاستماع لكلام الله والرسول عليه الصلاة والسلام؟ في ضوء علمه سبحانه وتعالى وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومقدار ما يثبت من عند الرجل ومن عند العبد في جنابه. هو الآن كما كان، هو الآن كما كان. ومرة كنت جالس والشيخ عبد الوهاب بعث لي رسالة كان فيها أحوال ابتدائية، عندما كان عندنا في بنجاب وهذا شمال الهند، يعني هناك في أمرتسر وبنجاب وهذه ارتداد شديد. حتى الشيخ الياس رحمه الله أيسا وجاء في بعض ويأسا قال لا خلاص الأمة خرجت من أيدينا، كيف نعيشنا؟ بنية الهجرة جاء إلى. وفي ذاك الوقت صرح جماعة علماء ما شاء الله علماء الحجاز المتبحرون، وطرح فيهم سؤال: الله سبحانه وتعالى هو الآن كما كان، والقرآن جميع وبعد هو الآن، فلماذا أحوال هذه على الأمة؟ ابتداد العلماء قالوا: شيخ هذا كله بسبب قلة العلم في الأمة. الشيخ قال رحمه الله: ما اتفق بجوابكم، العلم كثير، آية واحدة كم تفاصيل؟ عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله، ولا حديث، جملة واحدة من حديث الرسول. والعلماء ما شاء الله حوله أقوال، والفقه سبحان الله جزئيات. فقالوا: إذن ماذا تقول؟ قال: نقول نحن هو شرع العلماء والعلماء. قال: نحن ما عندنا اليقين على ما وعدنا الله حتى مقدار الشاب الذي يعتمد على واحد. وهو ضرب المثال: واحد مثلا كان يبحث عن الوظيفة، ذهب عند هذا وقال: ما عندي مجال، ما عندي ما عندي ما عندي. رجل ناداه قال: تعال عندي،
من الساعة الثامنة إلى الخامسة مساء. لك كذا كذا شهريا. الذي طلبه هل هو مسلم أو غير؟ ثم هل قبل هذا هو أعطى الرواتب شهريا لمن كانوا عنده؟ هو قاضي صادق، ولكن الشاب يقتنا بما وعده، هو مريض وأمه مريضة وأحوال في البيت، ولكن يحاول يذهب ساعة الثامنة ويمضي حضور على اعتقاد هذا راتب هذا اليوم خلاص تأكد. وإن بدأ سلسلة شهر بها تقبل حوائج كروز عدس أقل قليل، مع أن هذا كلها فيها إمكانيات للحوادث، إمكانيات للحوادث. أما ما وعدنا ربنا، من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوما سأل أبي بن كعب رضي الله عنه، يا أخي أبي، كم من مرات في القرآن اتقوا الله اتقوا الله لعلكم تتقون لعلكم تتقون اتقوا الله، ما هي التقوى؟ هو سأله قال ما بالك يا أمير المؤمنين إن كان الرجل وحوله حرتين وأشواق والطريق ضيق والهواء صرصر وهو لابس قميص مهين مرة ويريد من هنا إلى آخر، ماذا يفعل؟ هذا روح ويلو ويجمع كلها حتى ما يأخذ الشوق. قال هكذا شؤون الحياة كلها، قولا فعلا فكرا عملا، من النفس إلى الأمارة بالسوء، من الشياطين ومن أشياء، حتى يخرج من الدنيا سالما غانما إلى الآخرة. الله الله الله. ولذا هذه الأيام يعني صحيح أحباب يعني يخرجون ويضحون، وأيضا يعني ليس هكذا الخروج إلى مع التضحيات، ولكن بس لا ننسى أنفسنا، لا ننسى أنفسنا، لأن المسألة هي مسألة أنا الله أعلم، ما أنسى. سنة 58 أول مرة ذهبت إلى الأمدي، فالذي كان أميرنا قال لهذا المسجد خصوصيات، من الصباح حتى العشاء أعمال لازم نشاركها ونهتم بها، وفي المسجد في، لأن المؤتمرات على مستوى العالم، مؤتمرات في فرنسا وفي إنجلترا وفي أمريكا، ناس يجتمعون، ولكن كلهم فكرهم على المسائل التي فوق الأرض، بنزين وسكر وأشياء في المسجد هذا. أنا الشيخ محمد الياس، الشيخ محمد يوسف، والشيخ العام، هم فرغوا أنفسهم كيف تصلح آخرة كل فرد من هذه الأمة، فقط فكرهم. وقال كلما ذهب الرجل إلى مكان فيرجع من أشياء المكان هذا، كان يقول على زي ما رجل يذهب إلى مكة ومدينة وبالتمور وبزمزم، بما نرجع؟ نرجع بفكره كيف تصلح آخرة هذه الأمة. ولكن كما قال الشيخ إمام الحسن رحمه الله، ما ننسى أنفسنا، ما ننسى من وقت ما نفق من النوم حتى نأتي إلى الفراش، يوميا نحاسب أنفسنا بأنفسنا. كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كونوا أنصار الله. واللغة العربية أنتم أصحابها، نحن العجب مستقيم. في اللغة العربية النصر هي استقبال المزرعة. يا أيها الذين آمنوا كونوا ها ما عندكم مما نعم الله عليكم من النفس والمال والصلاحية بها تسقوا مزرعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سقيت بدموعهم ودمائهم. ولذا ما دام أمامنا لأن الشيطان شيطان، زي ما مثلا يوم الجمعة أو في التقاليد مختلفة واحد يلبس لباس ما شاء الله قطاو وفيارة كبوت إزار فلان يظن ما شاء الله العد كل واحد يراني. خرج واحد يضحك، ها ايش في؟ لا ما في شيء. لا لا ليه؟ ما شاء الله لباس جيد وكذا. عند خروجك من البيت هل كنت رأيت المرآة؟ لا، هذا الزر تحتاني في الوسط والوسط فوق. ولذا أنا بحق. فالقائمون بالجهد 14 40 يوم جولات وحركات وحلقات، المؤمن مرآة المؤمن، وهم مؤمنون حقا في مرآة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رؤوسهم الخلفاء الراشدون المهديون. أينقص الدين وأنا حي؟ وفي بعض الأقوال يا ليتني لم تلدني أمي صلاه، يا ليتني كنت قرشا. مرة الشيخ الإمام الحسن رحمه الله قال عن الإخلاص كما قلت، قال هو الله يحكم. ثم كان يقول رحمه الله الفرق بيننا وبين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة الكرام رضوان الله أجمعين كلهم من صغيرهم إلى كبيرهم كلما توجهت إليهم المقتضية، كلما توجه إليهم أمر من أوامر الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا بها قمة إخلاصا تضحية تواضعا شكرا صبرا تواضعا. ثم كانوا يخافون على أنفسهم النفاق. ثم قال رحمه الله أما نحن في أول يوم نحن نحكم بأنفسنا في أنفسنا، والله ما نعمل شيء إلا لله، ما نعمل شيء إلا لله. الله يعلم، الله يعلم. ولذا إخلاص استقامة، هذا آخر شيء الذي كان يقول الشيخ نعم الحسن رحمه الله عندما يودع الأحباب أو كذا تنصحنا أن يقول إخلاص استقامة وإكثار التضرع، إكثار التضرع والابتهال في جناب الله. لأن الشيخ محمد الياس رحمة الله عليه كان يوجه على شيئين صفتان يحبه الله سبحانه وتعالى أن يراهما في عباده وأمائه: التشكر للنعم، وكان يتلو هذه الآية: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. التشكر واعتراف التقصير: كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. سبحان الله، رأيته بعيني يوميا، كنت أروح عند الشيخ نعم الحسن رحمه الله بالبريد يومي الساعة الرابعة كلام الساعة، وكانت الأحوال شديدة في بلادنا في بلادنا.
حتى الأعداء كانوا ينزلون الناس من القطار ويذبحون ويحرقون البيوت والأسواق. ذهبت قدمت له بريد، وجدته من بعيد أنه كان عسر ماد يدين والدموع كانت تجري، لكن لما سلمت عليه أظهر كأنه كان في نوم عميق، مع أنه كنت رأي أنه يبكي. قدمت له البريد وقال ها كيف الأحوال وإيش الأحوال؟ قال الشيخ أحوال مرة شديد، الله أكبر ما أنسى، بقى بقى. قال مولي صاحب هذا كلها بسببي. يا الله بسبب. يعني هذا لنا درس، لنا درس. كل ما نرى الفساد في الأمة كل واحد ينسبه إلى نفسه بسببي أنا، بسببي أنا. وكل ما رأى أحوال ما شاء الله مساجد مليانة والناس متوجهون، فنشكر الله من الله سبحانه وتعالى. فشكر النعم واعتراف التكسير. أنا عادتي كلما أختم الكلام أسأل، هل أسألكم؟ تفضل يا شيخ. ها؟ أسألك. مسكين سامحوني إذا أفتر. أسألكم هل فيكم أحد لم يخرج 14؟ هل فيكم؟ ما عنكم ما شاء الله تهتمون خروج ثانوي 40 يوم ولا تغير شيء. فاليوم أنوي إن شاء الله 14 بسم الله الذين لم يخرجوا إن شاء الله أنوأوا الله سبحانه وتعالى. أما الذين هم خرجوا 14 ينوأوا العالم لأننا نحن، وثانيا كما أنه صلى الله عليه وسلم كلفه الله بتكليفين، داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، لأنه سبحانه وتعالى هو عالم أن الأنبياء والرسل أعمارهم طويلة ومسؤوليتهم محدودة. رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره الشريف 23 كله، لأن بعد 40 وضع تاج النبوة. والأحوال هذا لنا سيرة، سيرة أحوال تأتي، حياة مكية حياة مدنية، ولكن كلفه سراج منير. أي قبل وفاتك تهيئ مجموعة أن يكونوا مصبوغين كل السبغ، صبغة من الرأس إلى الأرجل، حياتهم شخصية داخلية خارجية كسبية أخلاقية محاسبية. ولذا قال ما أنا عليه وأصحابي على هيئة، على هيئة المجمع. هكذا الأحباب القدماء. وما شاء الله كما هو الآن كان يعطينا، ماذا قال؟ ست أنفار؟ ما عليك ست أنفار، ست أنفار وعد السكان مستعبرين مطمئنين ما شاء الله. عندنا ست أنفار، أعمال خمسة موجودة. أوه ما ينسى شيخ محمد الياس رحمة الله عليه يوما صلى بالناس الفجر، وبعد الفجر وجدوه قلقان فاجتمعوا حوله المقتديون، ما بالشيخ ما بالشيخ. تنفس نفس بعد قال ما بي شيء، أنا أسألكم شيء. صلينا نحن وأنتم كلنا صلاة الفجر بالجماعة في نفس اليوم في نفس الوقت، كم من بيوت المسلمين فيها
تفوتهم الصلاة ومن كم سنين. ألا تذكرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أن يجمع الحطب أحرقهم؟ ما معنى الرواية؟ ألا تذكرون حديث الرسول سفينة ذو طبقتين وواحد اللي تحت يعمل ثقب من يغلق فوق تحت وبالجلال قالت تهجدكم سحر عليه تهجدكم أنتم تحت تظنون بأننا متهجدين ونحن مصلين ونحن دعاة ونحن تهجدكم يغرقكم إذا ما فكرتم في الأمة. ولذا الشيخ يوسف رحمه الله كان يقول شيء عجيب، كان يقول المرض المشترك بيننا جميعا قدماء وجداد والأمة عامة وخاصة، المريض إذا لم يشعر بمرضه هل يراجع للطبيب؟ قال المرض المشترك بين الأمة ضعف اليقين بما وعدنا ربنا واعتماد على الله على ما وعد. نحن كلنا ولكن ما نراجع لأننا مطمئنين كل واحد على مستوى الذي هو فيه من الإيمان الحمد لله. ثم كان يقول رحمه الله وفوق ذلك إذا شعور الرجل المرض إذا شعوره صحة في مرض، كان يضرب المثال في مرض حتى تكون الأرجل رجل الفيل، تعرفون أنتم اسم مرض الفيل، فهو يمرض هو مريض ولكن يعود نفسه. والله الأبطال ماتوا، كينغ كونغ مات في أمريكا الآن، يقول الآن نحن مشكلتنا في معاشرتنا في أخلاقنا في عبادة ربنا وفي اليقين في الإيمان بالله وصفاته، إيمان بالله التوحيد الخالص الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أولئك لهم الأمن من الله. من أين يأتي الخوف وكيف أحد يهجم عليهم؟ إن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن أنفسهم أموالهم أعراضهم وما عندهم كل يكون مأمون من الله، مأمون من الله. فنحن في حاجة ماسة إلى تقوية الإيمان والاعتماد، ونحاسب أنفسنا من الصباح حتى المساء كم سقيت بنفسي ومالي وفكري وحركاتي وسكناتي مزرعة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تأخذ مكان. ثم إني لكم ناصح أمين، جميع الأنبياء عليهم السلام هذه الثلاثة مشتركة بينهم جميعا، دعوة الأنبياء كلهم من أولهم إلى آخرهم إلى التوحيد الخالص دعوة، ومعها إني لكم ناصح أمين، حامان نوجهكم وها ما نعطيكم وها ما نطلب منكم حلال وحرام ويجوز وما يجوز يرضى الله ويغضب الله، ما نريد منكم أصوات، الله سبحانه وتعالى هو الله، إن آمنوا كلهم هو الله وإن كفروا كلهم هو الله، هكذا الأنبياء من جعلهم الله أنبياء ورسل هم على كل حال.
فما نريد منكم أصواتكم، إن تطيعوه تقتلوا فنشحم بكم نشحم بكم. ولد الشيخ محمد يوسف رحمه الله كان يقول هذا ها ما نسمع كل خطب خير أمتي قرني. العلماء قالوا ما هي أسباب؟ لأن ديما الآن تبقى الأمة فقراء وأغنياء ورجال ونساء وشباب وفتاة كلهم كانوا أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، لهم جميعا خاتم من الرسول كلهم على خير. ما هي أسباب؟ سبحان الله، قال العلماء ما من عبد ولا أمة تشهد بشهادتين إلا كان الدرس الأول الأساسي يا عبد الله يا أمة الله نفسك مالك صلاحيتك ليست ملكك، كلها ما أنا عندك من عند ربي، والتصرف فيها على هواك لا يجوز، للتصرف فيها أو في أحدها أمامك أسوة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أن تكون أوقاتك فيما كانت أوقاتك، فكرك ما يتفكر. وكما أن لم يكن يقولون إني لكم ناصح أمين، الأمة كانت تعتقد 100% إن نصحنا فلاحنا نجاحنا فيما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والشيخ يوسف رحمه الله في بعض الأوقات يتأوه هنا كان يقول رحمه الله كلما قام الرجل بوجهه إلى جهة يرى أشياء هذه الجهة ولو كانت الكبرى، ولكن إن كان الجبل على ظهره ما يعلم. فما دامت الأمة المحمدية صلى الله على صاحبها مع اختلاف طبقاتها وأشغالها وطبعها كانت متوجهة 100% التعليمات القرآنية والنبوية، كانت ترى حل مشاكلها الدنيوية والأخروية في تعليمات القرآن وتعليمات الرسول. ولكن مع الأسف الشديد من يوم قامت الأمة بظهورها إلى التعليمات القرآنية الدينية الإسلامية والنبوية فما ترى حل مشاكلها، حتى الذين يقولون نحن مهتمون بالصلاة ما فاتتني ركعة الأولى ولا تكبيرة من سنين، ولكن ما يعتقد إن حل مشكلتي. ولذا حباب نحن في حاجة ماسة إلى تقوية الإيمان، وعلى أي مستوى نشكر الله نشكر الله، ولكن نطمع ونتوجه اللهم يحرمنا. آمين. فالذين قضوا 14 مرة مرتين هل نويتم العالم؟ نحن مكلفون. والسراجا منيرا، والله لو ذهبتم إلى البنايات هذه حولكم، يعني كل واحد في حرائح حلقة، إذا ذهبنا الحرائح ماني أنسى. أنا أريد أختم، ولكن كنا في أمريكا الله أكبر في سيارة معرين ومعرين من وايت هاوس، ماذا تقولون؟ مثل أبيض. وهناك الشرطة وهناك الجيش وكذا، كنا معرين. صاحب سيارة قال لي مولي صاحب انظر المبنى هذه، قلت بنايات ما ميل جارة ايش؟ قال لا انا اريد شيء. ايش؟ مشينا، قال لجولة انتقالية أتينا إلى هذه الحارة شهور ما وجدنا أحد. يوما جاء صاحب تاكسي، لأن هناك ناس، قال أراكم من شهور إذا تلهم، وهذا هذا المكان مكان حساس، ماذا تريدون؟ قالوا والله ما نريد شيء إلا إذا وجدنا مسلم نتكلم معه وكذا. تعالوا، هو أخذنا في هذا المبنى، خرج واحد سلمنا
السلام عليكم. جلسنا معه، قال في المبنى هذه 350 أسر مسلمون. يا الله. قال اهتممنا بالجولة الانتقالية في هذا المبنى. الآن الحمد لله جماعات 40 يوم وأربعة أشهر والصلاة 5 صلوات وحلقات حتى في البناء كله. فأنتم أنتم حولكم بنايات، بارك الله فيما وفقنا الله، ولكن نتفكر ونبحث مع مراعاة. نعم أنا عارف الأشياء التي أنا عندكم قوانين والحكومة وهذا، ما نقال الشيخ نعم الحسن رحمه الله، كنا في لندن في بيت واحد، أحباب تونس اتصلوا تقريبا 7 أو 8 مرات، كان عندهم المبيت في المسجد ممنوع، فهم اتصلوا بالشيخ أنت تأذن لنا نحن نبيت. الشيخ رحمه الله كان جوابه واحد، ما نخالف الحكومة، ما نخالف، مقدار ما نستطيع نعمل، نرجو الله، نكفي من الدعاء، عسى الله يفتح الأبواب. نعم يعني قوانين حكومية ما نخالفها، ولكن يكون فينا الحرقة الفكر كيف هذا. نراهم مثلا في المكتبة التي نحن نشتغل فيها أو شركات، نرى الناس، أن يكون فينا الطلب وهذا، عسى الله يوجهه، القلوب بيد الله. والسلام عليكم ورحمة الله. أولنا عليكم نعم الدين الباب شيخ مروان. بسم الله شيخ مروان إن شاء الله. وأنا عمل مقامي، عمل مقامي هو أوه تذكرتم، ما أترككم ماشي. بعدما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة صلى الله على صاحبه، لم يخرج من المدينة إلا 13 وقليل، كلها 10 سنة في المدينة لعمل مقامي. 16 يوم بدر، 50 يوم تبوك، وغزوات ذات الرقاع والبن المستلق وهذه وهذا، 8 أيام أسبوع كلها تطلع 2 شهر و25 يوم وكذا بس، ولكن سراجا منيرا، ما بقيت حارة ولا في الحارة زقة ولا في الزقة بيت ولا في البيت نفر إلا كلمة واحدة، إني مؤمن مهاجر مجاهد، إني مؤمن مهاجر مجاهد. نعم أنا والد للأولاد ثانيا، أنا صاحب مزرعة فلانية ثانيا، أنا زوج ثانيا، أول أنا مؤمن. فبأي ما يمكن أن يجرح الإيمان أو ينقص بأي حركة بأي عمل. مهاجر، كل ما نهاه عنه ربك سبحانه وتعالى أنا مهاجر. ولذا كان قال العلماء أول إرث أورثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قبل النبوة هي الصدق والأمانة، كان صادقا أمينا. هذه النفوس، ونحن معمورين يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين وتنووا إن شاء الله، لأن جدة باب ناس يأتون هالشركات وأنواع وأقسام. نحن ننوي، مرة أتونا جماعة من دبي وإمارات، أهل الهند والباكستان وبنغلاديش وسريلانكا وهؤلاء يأتون. قلت الآن بعد ما تقضون المدة ترجعون، عند
نيتكم قاشرة مرجع بس غيروا نيتكم. قال ماذا؟ نعم أنتم تشتغلون هنا تكسبون وتتوظفون هذا لا بأس، تنووا بأننا بعد اليوم إنما تنزلوا على مطار دبي أو قطر أو أبوظبي أي مطار، تنووا بعد اليوم نحن في هذه البلاد لنيابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله حركاتكم هذه وأنتم كلكم تنبوا إن شاء الله نحن ونساءنا أولادنا في هذه البلاد لنيابة نبينا صلى الله عليه وسلم هما فكرا عملا قولا علما خلقا معاشرة معاملة. وما ذاك على الله بحسن، هو الذي يعتسنون هو الذي ليمضم، ليس كذلك؟ اللي يعطس سنون يعطي الحمص ما يعطي، فإذا نويتم الله يأخذ بأيدينا وأيديكم. نويتم أنتم لستم في جدة العالم في من الأربع شهور أربع شهور إن شاء الله هذا الوقت كده سيدي مرام شهر تسعة الله يتقبل إن شاء الله ميلادي ايوه بعد غيش بعد غيش نعم.